مطلبنا هو مطلب دستوري، مطلب مشروع يتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب بسلم استدعاء شهادة الدكتوراه أو الانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي. نقف اليوم أمام قبة البرلمان من أجل مساءلته عن المشروع الانتخابي الذي قدمه للشعب المغربي لأزيد من سنتين. ما ولاياته الحكومية قاربت النصف، ولكن لحد الآن ليس هناك أي نتائج مادية ملموسة على أرض الواقع. كنا قد جسدنا خطوات نضالية فيما مضى تصعيدية من الإضراب عن الطعام لأزيد من 50 يوما تم تعليقه لدواع إنسانية وطنية تمثلت في زلزال الحوز الذي ضرب في المغرب. كذلك قمنا باعتصامات مفتوحة أمام قبة هذا البرلمان وأمام كذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث لا وزارة ولا تعليم ولا ابتكار ولا هم يحزنون. وزارة التعليم العالي هذه بمديريتها، سواء مديرية الموارد البشرية أو مديرية المفتشية العامة، لا تقوم بأي دور فعال من أجل حلحلة ملفنا. بخصوص الموارد البشرية كنا قد عقدنا مع مجموعة من الاتصالات ومجموعة من كذلك من اللقاءات، لحد الآن ليس هناك كانت هناك وعود زائفة، في حين أن المفتشية العامة كذلك لا تقوم بدورها. وجهنا كذلك مجموعة من القمع والتنكيل والسحر والسب اللفظي وغير اللفظي وما إلى ذلك من المعايير غير الأخلاقية والمس بالسلامة الجسدية لخيرة الدكاترة المعطلين، وهو ما ينافي روح الدستور المغربي بنصوصه بمفهومه ومنطوقه، ولكن لحد الساعة ليس هناك أي نتائج مادية ملموسة. جينا اليوم مرة أخرى أمام قبة البرلمان هذه المؤسسة التشريعية باش نقوموا بحث الشكل نضالي رمزي وهو تشيع لشهادة الدكتوراه المغربية التي طالما أهانها السيد الوزير المراوي في خرجاته الإعلامية، وحيث قال بأنها تفتقد إلى الكفاءة، بأن دكاترة المغرب الخريجي الجامعة المغربية يفتقدون إلى الكفاءة، وأنه من الأجدر بنا أن نستورد المغاربة الموجودين خارج الوطن من أجل توضيعهم في الجامعة المغربية. نقول له معالي الوزير من العيب وعار أن تبخس شهادة الدكتوراه المغربية، أن تبخس الجامعة المغربية التي أنجبت لنا العلماء والمفكرين وأنجبت لنا نخبة الوطن منذ 4 سنوات، وهؤلاء الطلبة يناضلون على عدة جبهات، منها البحث العلمي المتواصل لإغناء ملفهم العلمي، ومنهم النضال للمطالبة بحقهم. وقد خاض الدكاترة 50 يوما من الإضراب عن الطعام، كل ذلك لإنصافهم ولإيجاد حل لهذه الأزمة التي يعيشون فيها. ولذلك نناشد الآن المسؤولين لإيجاد حل لهذا الملف العويص الذي عمر طويلا ويسيء إلى سمعة وطننا وإلى كفاءات وطننا ويسيء إلى كل الناس. ولذلك نحن في دولة الحق والقانون ودولة الدولة الاجتماعية التي رفع شعارها صاحب الجلالة نصره الله لأجل إنصاف المواطنين ولأجل إنصاف الكفاءات هذا الوطن الحبيب، خاصة وأن المناصب متوفرة بشكل كبير، إلا أنها تذهب بالزبونية والمحسوبية إلى كثير من الناس الذين ليسوا في الكفاءة التي ترى أمامي يناضلون من أجل ذلك. ولذلك نطالب بحقنا وبإنصافنا وبأن نكون في المكان المناسب لنا.